الحمد لله، الآن تمت العملية بنجاح. كنظن أن الدكتور قال لي من دابا 15 يوم هنبدأ الترويض، ونتمنى إن شاء الله نرجع في أقرب وقت وندوز الترويض ديالي مزيان إن شاء الله. من بعد الإصابة ديالي في التدريب الأخيرة ديال مباراة فلسطين، كنت كنظن أنني تكون عندي هير الالتواء في الشوفية. كنت كنظن أنني واحد من دابا 5 أيام نبدأ لونتريمون، دونك كنت داير انني نلعب لي ماتش. من بعد ديك اليومين تبين انني مازال عندي واحد الحريق شويه في الرجل، عاودت درت سكانير، هي فاش تبين انني عندي واحد الشق في لاشوفي، وهي فاش قالوا لي باش ندير البلاطر ولا ندير اوبيراسيون. في الاول ملي عرفت انني عندي شق صافي، تما فاش عرفت انني ما نلعب ما والو، كيبقى فيك الحال ولكن كتقول الحمد لله هادشي مشيئة الله. كنت باغي نلعب دوك لي ماتش، دوك الاجواء اللي مونديالية تبارك الله، داكشي هائل تبارك الله، و صراحة ما كتبش الله، حمدت الله وشكرته وصافي استسلمت للامر الواقع الحمد لله. الحمد لله هادشي بفضل ربي. ثم العمل، كنت ديما كنخدم في لي زونطريمون، يعني اي مدرب جا كنحاول نكون في المستوى باش ناخد الرسميه ديالي. كنظن ان المنتخب الاول تم الاستدعاء ديالو بداك الجهد ديال الاهداف اللي كنت سجلت العام اللي فات، والمجموعه المتكامله اللي كنا منسجمين العام اللي فات. كنظن ان هذا هو العامل اللي باش تنادى عليا في المنتخب الاول. بالنسبه للمنتخب الرديف، كانت واحد الثقه اللي تاق فيا السي عموتة، والحمد لله كنت في المستوى في التدريب فاش كنت كندخل. كنظن ان هذا الشيء كامل بالعمل، يعني فاش كيكون واحد كيجتهد في العمل وفي التدريب كيوصل داك المبتغى ديالو. اللقب اللي كنتمنى دابا حاليا مع الوداد هو تشامبيونز ليغ، حيت تحرمت منه دابا شي 2 مرات في تونس مع الطارجي، والعام اللي فات مع كيزار شيفس ديك المباراة اللي ما كناش كنتصوروا اننا نخسروا فيها. اول حاجه كنقول لجمهور الوداد شكرا بزاف، اللي ديما كيساندونا في السراء والضراء. يعني انا كنشوف كاع الرسائل اللي كيوصلوني، كنشكرهم من هذا المنبر.